السلام عليكم يا أبا سليمان. وعليكن السلام ورحمة الله وبركاته. ما خطبكن يا فارسات العرب؟ فارسات العرب ولا يسمح لنا بالقتال؟ ومن قال إنكن بحاجة لسماح يا خولة؟ ولكنهم منعونا يا خالد. لا تحسبن أن القتال هناك فقط في ساحة المعركة، بل هنا أيضا في المعسكر وفي الصفوف الخلفية. وما أنا والله من أمنع أحدا يريد أن يقاتل في سبيل الله من أن يقاتل. فمن شاءت منكن أن تذهب إلى ساحة القتال فلتذهب. بارك الله فيك يا أبو سليمان. نصرنا ونصركم الله. تعيرنا أن قليل عديدنا، ولكن متى يسترفد القوم أرفده. لقد كسر الوزن، لهذا فهو من قصيدة أخرى. أما ما ذكرت فهو للبيد ويبدأ بي، ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفده. نعم، تعيرنا بأن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. أريد أن أصفك ببيت من الشعر يا أبي، فإذا أعجبك فيجب أن تكافئني عليه. وإن لم يعجبني؟ فقط أصغ السمع فإنه حتما سيعجبك. بكرم مفرم مقبلا مدبرا معه، كجمود صفر حطه السيل من علي. وكيف عرفتم بشعري يا قوم؟ كيف لا نقاتلهم ونحن ثلاثة أضعافهم؟ لا أدري، ما أدري أنه كان يجب علينا أن ننتظر نجدة هرقل. هل عدت إلى الوثوق بالسحرة والعرافين؟ بل بالعيون وأخبارها وتحليلها. أيها الأسقف، كما اتفقنا، وكن حذرا في كل ما تقول. أيها العرب، من يتقدم مني ويتحدث إلي؟ هل أنت قائد هذا الجيش؟ هكذا يعتبرونني طالما أطيع الله ورسوله، فإن فشلت في هذا فليس لي حق الإمارة عليهم وليس لي حق الطاعة. إنكم بذلك تغلبوننا، وبغير ذلك بإذن الله. اعلموا أيها العرب أنكم فتحتم أرضا لم يجرؤ أي ملك على دخولها من قبل. لقد دخلها الفرس لكنهم عادوا فزعين، وجاء آخرون أيضا وحاربوا لكنهم فقدوا أرواحهم ولم يحصلوا على ما يبتغون. لا تهدد أيها الأسقف، فما نحن من يخاف التهديد. كلامك هذا يصل آذاننا ولا يصل قلوبنا، ولولا احترامي لمكانتك لسمعت مني ردا أكثر. لا يصيبكم الغرور في انتصاراتكم السهلة في جنوب فلسطين والأردن وبصرة، فما كان لنا هناك إلا حاميات بسيطة، أما الآن فالنصر حليفنا. بل حليفنا؟ على كل حال سيدي وردان يرغب في أن يكون كريما معكم. لقد أرسلني كي أخبرك بأنك إذا سحبت جيشك من هنا فسيعطي كل رجل من رجالك دينارا وثوبا وعمامة، أما أنت فستعطى 100 دينار و100 ثوب و100 عمامة. قبلنا بعرضكم السخي
خير ما فعل، خير ما فعل. حفظتم ماء وجهكم وحقنتم دماءكم. اسمع أيها الأسقف، عد إلى سيدك وردان وأخبره أننا قبلنا هداياه السخية، إلا أننا سنأخذها بحد سيوفه، وإن لم تقبلوا الإسلام أو الجزية فلن يقبل المسلمون بترك بلاد الشام. لدينا جيشا جرارا، وليس كالجيوش التي واجهتها من قبل. فقيصر العظيم أرسل مع هذا الجيش أشجع قادته وأذكى أساقفته. أنت تدرك أكثر من سواك أننا ما جئنا لنرجع ولا نقاتل لمطمع أو هزيمة. هذا آخر كلامك؟ ولا شيء سواه. أسرع إلى سيدك ولا تبطئ بالجواب. هزمنا قبل أن تبدأ المعركة. يبدو أن نمورة تسير على ما يرام. أرجو ذلك. لقد عاد. استعداد! أطلق!